رح ننتقل لشيء بديهي. بالبداية حيكون بديهي ولاكتساب عادة جديدة، لطالما حاول الكثير منا اكتساب عادات وفشل أكيد بمجرد أنه تحمس كثير بالبداية، حيث اختفى هذا الحماس بعد فترة من الزمن لأسباب كثيرة وعديدة. اليوم رح نحكي عن اكتساب عادات جديدة إيجابية بدلا من العادات السلبية. أكيد حنحكي أكثر عن هذا الموضوع ونتوسع. معنا الأستاذة الدكتورة آداب عبد الهادي، دكتورة بعلم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا، صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. أهلا، صباح الخير دكتورة. يعني دائما نحكي عن اكتساب عادات جديدة وخصوصا العادات الإيجابية، دائما الناس بترتبط بأذهان الفشل باكتساب هاي العادة. خربطنا مع زملائنا. يعني اكتساب العادة بيقولوا الناس انه انا ما رح اقدر اكتسب هاي العادة، ما رح اقدر استمر فيها. ليش دايما هذا الارتباط بيكون؟ هي قلتية الفكرة المسبقة. نحن وقت بيكون عنا عادة، العادة هي عمليا فعل يتكرر سلوكيا ويصبح آليا، هو حالة مكتسبة وفردية خاصة بالفرد ذاته. وقت الإنسان بده غير العادة بده يقول أنا مش رح أقدر. ليش؟ لأنه العادة عم بتشكل له حالة من السعادة. نعم. وحالة من الراحة. نعم. ومن الانتعاش. ولأن دماغنا بيعتاد على العادة، يبرمج نفسه على هذه العادة، فيفرز هرمونات سعادة عند القيام بهذه العادة، وبالتالي يصبح من الصعب عليه تغيير العادة. نعم. لأنه وقت نحن بيكون عندنا عادة، العادة ما بتجي من يوم ويومين. العادة هي تراكم طويل. هو تراكم تكرار يكررها الإنسان على مدى سنوات. صحيح. فعندما يأتي ليغيرها يتبع الأسلوب الخطأ والطريقة الخطأ والهدف الخطأ. نعم. يعني ما بيختار العادة بالتحديد ليغيرها، وبالتالي يفشل لأنه لم يضع المخطط، ولأن الدماغ لا يعني لا يستجب من اللحظات الأولى لتغيير العادة. نعم. يعني دكتورة دائما نحن بحياتنا وبشكل عام عنا عادات سيئة متعودين عليها، مثل أنه الفئة متأخرين، عدم تنظيم أوقات الطعام، يعني عدم المبالاة بالوقت، نكون واعدين حدا نروح لعنده بوقت آخر. هيدي العادات السيئة متواجدة هيك بحياتنا اليومية. قديش فينا انه نحن احيانا بنتضايق من حالنا انه لا انا اليوم بكره بدي فيق بكير؟ لاي حد فينا نغير من حالنا، مثل انه نجرب نحن يوم نفيق بكير ونكتسب عاده الفيق بكير بدل من هي العاده السيئه اللي نحن ما عم نقدر نتجاوزها؟ تمام. هلا العادات السيئه منتشره عند كل الناس دون استثناء وعند كل الشعوب وفي كل الدول. في بدايه عام 2009 عملوا اختبار ومسح استبيان بأمريكا على الناس بأمريكا، اللي ناس اللي عندهم عادات خاطئة وبدهم يغيروها. في قبل بداية العام 84% قالوا في عنا عادات سيئة بدنا نتخلص منها. مع كل نهاية عام هي. ايه. في أول أسبوع بعد العام الجديد تبقى 8% فقط من كافة الناس، والجميع تنازلوا عن مشروع في تغيير العادات. تغيير العادات ليس بالأمر السهل. نفشل نحن لأنه قلنا أنه نحن عندنا قناعة مسبقة أننا سنفشل. تغيير العادات والعادات السيئة اللي هي أكثر بحياتنا من العادات الإيجابية، مش بس الفيق بكير والتدخين وعدم ممارسة. نعم. الرياضة والكسل. نعم. الدراسي والتأخر عن المواعيد وإلى إلى 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 آخره. تغييره بده مخطط. بده مخطط، بدنا نحط نحن خطط معينة نقول أنا بدي غير. ما فيني أنا إجي على العادة السيئة مثلا تدخين أنه لا اليوم بدي أنا بطل تدخين. ما بيقدر الإنسان يغير لأنه العادة مرتبطة بتصرفات أخرى. يعني التدخين ما هو إدمان، هو عادة أكثر ما هو إدمان. هو عادة تصبح إدماناً، لكن التخلص من هذه العادة ليست مرتبطة لوحدها. يعني مثلاً بفيق الواحد الصبح بيطلع على البرندة بيدخن، أنا بعد البرندة بفوت لجوا على الصالون مثلاً. أنت وقت بدك تتخلصي من عادة التدخين، الواحد ليش بيفشل؟
بيقول بدي بطل تدخين، بيروح بقى بيقول ما بدي جيب باكيت باكيت وخلص. هون لهيك بيفشل. هو شو بيعمل؟ مفروض شو عاداته اليومية؟ بصحى الصبح بطلع على البلكون بدخن، نحنا نسكر البلكون وضلك عم بتدخن، إحساسه بالاستمتاع بالسيجارة خارج البلكونة سينخفض. بيجي هو بده يتفرج على التلفزيون ويدخن، نحنا ما قلنا له لا تدخن، بس بدل ما تدخن وانت عم تتفرج على التلفزيون لا شغله، بس كل معه فواكه رح يخف هون الاستمتاع مع السيجارة. انت بدك تدخن وانت ماشي بالطريق، اوكي دخن بس حاول توقف، بلاقيه كثير يوقف ببطل يدخن. نحن بنغير التصرفات المرافقة للعادة السيئة حتى تتغير. أما أن نأتي مباشرة إلى العادة وقول أنا اليوم بدي التزم بالموعد، أنا اليوم بدي أعمل الرياضة، أكيد رح يفشل. اليوم بدي بطل تدخين، أكيد رح يفشل. قبل نحن ما نعمل بدنا نعمل محفزات للدماغ، تغيير بالبيئة المحيطة للهدف اللي نحن بدنا نغيره حتى نقدر نغيره. قبل ما تروحي تلعب رياضة تقولي بكرة بدي العب رياضة، في أشياء مرافقة، في بوط رياضة، في فيق الصبح، في إفطار، في أكل بيضة، في شرب عصير. هيدي القصة هي اللي بتخليك تعمل الرياضة، مش بس القرار أني أنا قررت اليوم روح أعمل رياضة. لا والله ما فقت خلص. أما لما أنا بحضر العصير، بحضر الإفطار الغذائي المناسب الصحي، البوط أمام الباب، وقت بنحط البوط أمام الباب الدماغ رح يرتبط مباشرة بالحالة ويحفز الإنسان ويدفعه إلى ارتداء البوط والخروج. إذن تغيير العادة ما بيجي هيك لحاله، في له التصرفات المرافقة للعادة هي التي تدفعنا لتغيير العادة. طيب دكتورة، مثلا القراءة، بما أنه نحن موجودين بمعرض الكتاب يعني، واليوم ما حوالينا الكثير من الكتب، قراءة هي من العادات اللي كثير من الناس بترغب بأنه تكتسبها لتثقيف نفسهم، يعني حتى يكبروا يعني معلوماتهم ومعارفهم. لكن دائما الناس تقول أنه أنا ما عندي قدرة أنه أقعد ساعات طويلة أمسك كتاب ركز بالكتاب. ممكن أول شيء يبلشوا مستمتعين 10 دقائق، بعدين بتصير بقى بيسهو الواحد ويروح لأفكار تانية. هذا الموضوع قديش كمان مهم، وكيف فينا نحن نكتسب هاي العادة؟ ما هي كمان مشكلة قلنا هي عادة، عادة في تراكم. الإنسان وصل لمرحلة معينة بالعمر 30-25-30 إلى آخره، بيقول أنا بتمنى أقرأ كتاب لكن ما بقدر 5 دقائق أتركه. طب ليش ما بتقدر؟ ما بتقدر لأنك نشأت في سنوات حياتك الماضية على عدم القراءة، وهي عادة وأنت لم تعتد هذه العادة، فأكيد مش رح تقدر. مش أي إنسان بيقدر يقرأ الكتاب، بدك أنت في عندك هون التنشئة التربوية للمدرسة والأسرة. أنا شلون بدي خلي هناك علاقة صداقة بين ابني وبين الكتاب؟ شلون أنا بدي شجع ابني بالمدرسة على اقتناء الكتاب وعلى شراء الكتاب بدل شراء الألعاب والسيارات وهالقصص هاي؟ هون إذا ما تشكلت عبر سنوات حياتنا ما بنقدر. فنحن لنفرض جدلا حدا صار عمره 30 سنة ومقارة وحابب يقرأ، حابب يتثقف، حابب من يقرأ يشارك في كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية وفي كل مجالات الحياة، ومن لا يقرأ لا يشارك في شيء. هذا الإنسان حب أنه يكون له دور وحب أنه يشارك ويقرأ، أوكي بيقدر، ما بيقول ما بيقدر، بيعمل برنامج علاجي لخلق لاكتساب عادة جديدة وهي عادة القراءة. كيف هو البرنامج العلاجي؟ أول شغلة بيقدر يعمل اتخذ القرار، أنا اتخذت القرار ولا رجعة عنه. طيب هذا القرار يحتاج إلى تنفيذ، حسناً شو المادة اللي بتحبها؟ شو التخصص اللي بتحبها؟ بتحب أمور الفنانين؟ بتحب تعرف المذيعين أخبارهم وحياتهم؟ بتحب تعرف فنون الطبخ؟ بتحب السياسة، الاقتصاد، الرياضة، السباحة؟ شو المجال اللي أنت بتحبه؟ بنجيب لك كتاب. اليوم بتقرأ صفحة فقط، صفحة واحدة لا غير، 10 أيام يحدد له قراءة صفحة واحدة. قراءة هذه الصفحة في هذا التخصص الذي يحبه سيدفعه لقراءة صفحتين. نحن بنقول له يا أخي بكفي اليوم صفحة، والله ما بتقرأ إلا صفحة، ماشي؟ بعد 10 أيام خليهم 3 صفحات، بعد 20 يوم خليهم 5 صفحات. علماء النفس اختلفوا على موضوع
وقت اكتساب العادة قبل التسعينات قال عالم نفس أنه 21 يوم تكفي لأن تكتسب عادة. والتخلي عن عادة اكتساب. التخلي بده وقت طويل. هلأ اكتساب العادة بالدراسات الحديثة قالت لا بدنا 66 يوم وأحياناً تصل إلى 120 يوم. بعد 120 يوم يستطيع أن يصبح قارئ مدمن إذا اتبع البرنامج. يبلش أول يوم بصفحة مدة 10 أيام، العشرين يوم الثاني 5 صفحات بالشيء اللي بيحبه، بعد شهر هو لحاله رح يضل ساعتين قاعد. بعد 120 يوم سيبحث عن بعض الأشياء ويشعر بأنه كان يعيش في بحر الظلمات وأن القراءة بحر وكل المعلومات اللي بده إياها فيغرق في هذه القراءة. فهي يستطيع الإنسان أنه يقعد أكثر من 5 دقائق، ويستطيع إذا أولا امتلك القرار، امتلك الإرادة، الإصرار، العزيمة، ومنح الوقت والجهد المناسب لاكتساب هذه العادة. دكتورة، في سؤال هيك دائما بيراودنا، الانقطاع عن الشيء، فرضا نحن قطعنا عن عادة سواء كانت سيئة أو جيدة، انقطاع فترة من الزمن، هل فيه الشخص يرجع للعادة بعد فترة انقطاع؟ مثلا ترك التدخين، هيدا من العادات السيئة ورجع له، أحيانا هيك بتصير، أو ترك القراءة ورجع، يعني ضمن ظروف محيطة فيه، الانقطاع عن العادة كيف 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 يرجع لها سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ هلأ من مساوئ قدر الإنسان، ما بيقولوا من محاسن الصدف، من المساوئ أن العادة السلبية عندما نتركها العودة إليها سهل جدا. أسهل من اكتساب عادة إيجابية. يعني هلأ نحن بدنا نكتسب عادة قراءة نحتاج على الأقل إلى 120 يوم، أما تركنا التدخين تكفي سيجارتين إلى أن نعود إلى التدخين. الموضوع تمام. الموضوع مرتبط بطريقة عمل العصبونات بالدماغ. بمجرد أن يعود تارك العادة أو المنقطع عن العادة السلبية إلى البيئة المحفزة التي كان بها سيعود فورا إلى العادة، بعكس تماما اكتساب العادة. يعني مثلا اللي ما عم يقرأ حطيه بمعرض الكتاب مش رح يقرأ، أما اللي ما عم بيدخن حطيه ساعة بكفي مسموح التدخين بيدخن دغري. الموضوع الدماغ عندما يعمل بعادة بالانقطاع العادة، في عنا مجموعتين من العصبونات، مجموعة A ومجموعة B. المجموعة B تنفذ تعليمات المجموعة A. يعني المجموعة B أنا شفت ناس عم بيدخنوا، المجموعة A بتقول له دخن. نفس الأمر بالحالة اللا إرادية، إنه واحد فاق من الحمام راح يفرش أسنانه، باللا شعور فات على الحمام بعد فرشة أسنان، فرش أسنانه فات على الحمام. العمل العصبونات A بشكل آلي صحة بتقول له روح فرش أسنانك، خلص فرشة أسنان، العصبونات B بتقول له بعد فرشة أسنان في حمام بدون تفكير وآليا صحيح. فيدخل صحيح. إلى الحمام. لذلك الانقطاع عن العادة السلبية العودة لها سهل جدا عندما توضع في محفز، في حال لم يكن صاحب العادة المنقطع عنها يمتلك القرار والإرادة والتصميم والعزيمة أنني لن أعود. في بعض الأشياء، في بعض الأشخاص تابعت أنا معهم مرحلة العلاج من إدمان المسكرات، خلال 3 أشهر تم العلاج تماما من إدمان المسكرات. بعد سنة أنا عم أرجع راجع الحالة وعم شوف، شفته للشخص قال لي أنا من 3 أيام رجعت على المسكرات. ليش؟ قلت له يعني بعد كل هالشغل اللي اشتغلناها بترجع؟ بيقول لي وضع نحط فيه فاضطر يرجع. ليش؟ لأنه لا يمتلك العزيمة، لا يمتلك الإصرار، لا يمتلك العزم. لذلك كي نكتسب العادة ونحافظ على انقطاعنا عن عادة سلبية يجب أن تكون العادة والقرار راسخ. شو يعني راسخ؟ أي موجود في دماغنا لا يتزحزح، قناعة راسخة لا تتزحزح. أنا قلت أنني سأترك التدخين، حسناً سأفعل ذلك، وكي لا أتعب دماغي أتبع شو المحفزات. خليني بجيب فنجان القهوة، بلا فنجان القهوة بنحط بدله حليب،
بدل القعدة على الشرفة بقى جوا على التلفزيون، بدل ما مع الهي بنحط فواكه، بنبعد المحفزات، بنبعد الشيء ونترك الهدف بعدين لحالنا، الهدف بنكون بقى قدرنا نتخلص منه. دكتورة، في محفزات وفي أشخاص محيطين فينا كمان هن ممكن يكونوا محفزين لترك عادة أو اكتساب عادة، قديش الأشخاص والمحيط طبعنا بيساهم بهذا الموضوع؟ هلأ في مثل بيقول قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، والمرء على دين قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي. شو هاد؟ هاد انه عندك عادة، الوسط الاجتماعي، الاشخاص الذين تصاحبهم اما يساعدونك على مثلا حدا بيحب يكون مشهور، اذا صاحب مجموعة من المشهورين ربما يصبح متفوقا على شهرتهم، حدا مدخن يصاحب ناس مدخنين يصبح اكثر تدخين، اما اذا بده واحد يترك التدخين عليه ان يبحث عن الاشخاص الذين يلبون طموحه، يعني يصاحب اشخاص غير مدخنين بينزعجوا من التدخين، بيقولوا له اخي الله يخليك هون التدخين ممنوع بيضايقنا، يروح لحدا اخي الله يخليك انا معي ربو لا تدخن، حدا بيقرا انا بدي اروح لعند حدا بيقرا، حدا كاتب بصير ايه بتشجع اني بدي اقرا بدي اكتب بدي كذا. فالاشخاص المحيطين فينا واهتمامات الاشخاص علينا ان عندما نترك عاده او نكتسب عاده نبحث عن الاشخاص الذين يشبهوننا ولديهم نفس الميول ونفس الرغبه، ناس عندهم الرغبه بترك التدخين بنكون معهم، اما اذا ما كنا مع الشخص اللي بيشبهنا رح نستمر في العاده الغلط ومش رح نكمل. الشخص نعم. كثير مهم الشخص نعم. سواء كانت اسره سواء كان صديق سواء كان مكان عمل، فاختيار الشخص ليساعدنا على تحقيق عادتنا على انقطاعنا وتركنا لعادة سلبية كتير كتير مهم، وما فينا نتجاوز وما فينا نقول أنا لحالي بقدر، لا ما بقدر لحالي، بدي صديق وبدي رفيق وبدي أخ وبدي حدا يكون معي حتى أقدر أما أقرأ. هلأ كتير ناس بيحبوا القراءة الجماعية صح. كمان كتير حدا بده يترك تدخين بصاحب أصحاب ما بيدخنوا، فكتير مهم نحنا يكون معنا حوالينا الأشخاص حتى يدعمونا ويساعدونا ويحفزونا على نحنا نكتسب عادة جيدة أو نترك عادة سلبية. يعني ضل معنا القليل من الوقت، وبالعكس نحنا مبسوطين كتير بهذا الحديث اللي هو بمس حياتنا اليومية وواقعنا اليومي. خلينا نحكي قبل ما نختم دكتورة سؤال كتير مهم وموجه لجميع الأهالي الأطفال، اكتساب الأطفال للعادات، قديش الطفل هو خلينا نقول الخام مثل بيقولوا الشيء الطري يلي ممكن يكتسب أي شيء أو يلقط أي شيء، قديش مهم نحن ندير بالنا على الطفل على عادات الطفل من الصغر. الكبير أحيانا بيكتسب عادات على كبر بس بيكون مارر عليه، ولكن الصغير قديش صعب على الأهل أنه يتجاوزوا له على العادات. السيئة بدك تجيبين عن هذا السؤال تجاوبين عليه تفضلي. هلأ في نحن في شغلة علماء النفس قالوها والدراسات كلها أكدت أن شخصية الطفل تتكون قبل 5 سنين. أنا قبل 5 سنين يجب أن أشكل العادات لابني تمام. قبل 5 سنين علي أن أعلمه عادة القراءة والكتابة والصدق والأمانة والشرف والأخلاق. إذا تجاوز 5 سنين وأنا عم أقول بعده صغير سأخسر الكثير. كل من لم يعلم ابنه قبل 5 سنين فخسر الكثير. كتير مهم نحن الخبرة السابقة نخلي ابننا طالع من 5 سنين يحب القراءة، طالع من 5 سنين يرغب بتعلم اللغات، طالع بال5 سنين عم بيقول عيب أنا أخذ قلم رفيقي تماما. فكتير نحن مش ضروري، هو أساس التربية، مهمة التربية، مهمة الأسرة، مهمة الروضة، مهمة المدرسة أن أزرع العادات عند ابني الصغير ومن أيام الروضة، وما ضل أقول بعده صغير وحتى حط له برنامج علاجي لاكتساب العادات مجي قل له يلا تعال اليوم بدك تقرأ خد اقرأ، لا أنا بجيب له أولا كتب ملونة من عمر 3 سنوات وحتى من وقت ما بيصير يحبو حط له كتب وأقلام ما بيعرف لا يقرأ ولا يكتب بس يصير عمره شافهم بيلعب فيهم شاف الألوان. الطفل بيحب الألوان الزاهية الأحمر والأخضر
الأخضر والأصفر. صح. بعد بس صار عمره سنتين بعطيه بعلمه يمسك القلم، شلون يمسك القلم. صار علمه عمره 3 سنين شخبط خزق، بجيب له كتب فقط للتخزيق للتمزيق للشخبطة. وقت بيصير عنده 5 سنين بيصير بيحكي إنجليزي وفرنسي وبيقرأ، وما بيقدر يقعد بلا كتابة وبلا قراءة، وبيصير هو يبحث عن المعلومة، يبحث عن الفائدة، تتنمى مدار تتوسع مداركه وتنمو وتكبر ويصبح شخص فعال من سنوات حياته المبكرة. أما إذا بدي أتركه وأقول بكرة لحاله بيتعلم، يعني كتير نحن بنشوفنا طلاب بالجامعة جاي عمره 20 سنة قال لسه هلأ بده يقرأ روايات، مالك خلق هلأ بدك تقرأ روايات، مالك خلق. فهون الغلط، خلينا نكبر ابننا لحتى يعتبر القراءة جزء أساسي من الحياة وأهم عادة تكتسب، وهي العادة الأساسية التي تساعده ليكون شخصا ناجحا في الحياة. يعني اللي بيقرأ من عمر 5 سنين بيقدر يلاقي شغل فورا أول ما بيكبر، اللي بيقرأ من عمر 5 سنين بينجح بالجامعة بسرعة، بينجح بالمدرسة بسرعة، بينجح بالتواصل الاجتماعي، مداركه تكون متفتحة واسعة. يعني إنسان يصبح وضع على الطريق الصحيح، يحسن اختياراته، يحسن اختيار هدفه، يحسن التعبير عن آرائه وعن وعن مشاعره واتجاهاته وميوله. وشو بدي شو بده يقول بيقول، شو بده يحب بيحب، بيقول انا بدي اختص كذا. ليش؟ لانه عرف حاله، كبر واختار وتعلم وقرأ. فالقراءة قبل نعلمه من هلا، من قبل 5 سنين، ومن فاتوا 5 سنين ماشي اوكي هلا 7 سنين اعمل له استدراك ببرنامج مشجع محفز بجو مغري للقراءة، ولا خليه يصير عمره 12 سنة ولسه مو قاري. صحيح، يعني معلومات كثير مهمة قدمتي لنا اياها، ولازم كل شخص فعلا انه يراجع نفسه يعرف كيف هو بيقدر يكتسب عادات جيدة وايجابية. وايضا ما لازم ننسى اطفالنا اللي هن جيل الغد واللي هن رح يمشوا ببناء مستقبل الوطن. شكرا كثير لك دكتورة وللمعلومات يلي قدمتي لنا اياها. اكيد نشكرك دكتورة آداب عبد الهادي، دكتورة بعلم النفس، لا يمل من الحديث معك، حديث جدا مهم. وبنرجع بنقول دكتورة ومننوه انه البيئة المحيطة او البيئة هي العنصر الاساسي بهذا الشيء. شكرا لوجودك معنا.